السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة في حلقة جديدة من قناة فيتشر جاردنز. النهاردة هنوريكم ازاي بننقل آثار الورد. في ناس طلبت مننا ان احنا نحط اللون الورد البلدي الابيض مع الاحمر، فتعالوا نفرجكم ازاي النهاردة ان شاء الله بإذن الله هننقل الورد البلدي والورد الاحمر من آثاري 25 لأصريتين 25 للأصرية 35 زي ما انتم شايفين كده. بص، فكناها من الأصرية بتاعتها وحطيناها هنا، وبعد كده هنملي الفراغات بالطينة زي ما انتم شايفين كده. بنحاول على قد ما نقدر بنظبط الطينة بتاعتها من تحت الجدر بتاعها عشان ما يتملش، يعني علشان خاطر يعني يتملش يعني يتقطع، وبنملي الفراغات بالطمية اللي موجودة معانا. وطبعا لازم انت بعد ما احنا بنزرع لازم نتأكد ان الفراغات كلها اتملت بالطم علشان خاطر الجدر ما يستهواش. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بعد ما احنا زرعناه لازم نسقيه. كان في اثاري 25 زي كده، وخلينا العودين في اثرية 35 زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى العود عامل ازاي. وبصوا لما احنا هنسقيه بقى دلوقتي عشان نتأكد ان ان التربة كلها اتوزعت على الأصرية من جوه. تعالى اوريكم شكل ال، تعالى يا جمال معايا بعد اذنك ثواني، عايزين عود بس احمر وابيض علشان نوري الناس هو كان في ايه وعملناه في أصرية 35 بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعة، طبعا معانا جمال حبيب قلبنا. بص هنوريكم كده عودين، وهات عود ابيض تاني. بس احنا طبعا لما جينا ننسق انت جبنا عود احمر كبير طويل، والعود التاني الابيض بيبقى مزهر بس الطول بتاعه قليل عشان نعرف ننسق بيه الأصرية 35 بشكل جميل. هاتهم كده يا جمال عشان نوري الناس بس هما كان شكلهم ازاي قبل ما يتزرعوا، تمام، وبعد ما اتزرعوا في أصرية واحدة بقى عاملين ازاي. حطهم كده جنب بعضهم. ده يا جماعة ده شكلهم قبل ما يتزرعوا في الأصرية 35. وبسم الله ما شاء الله الله أكبر، بقى ده شكلهم بعد ما هما الاتنين اتزرعوا في أصرية 35. زي ما انتوا شايفين كده، شايفينه ما شاء الله ورد احمر وابيض. او زي ما انتوا شايفين كده الورد البلدي الابيض والورد البلدي الاحمر، تمام، في اثاري 25، ولما اتنقلوا في اثرية 35 بقى ده شكله. بسم الله ما شاء الله. وانتظرونا في حلقات جديدة ان شاء الله من قناة فيتشر جاردنز. نشوفكم على خير.